أذهب إلى رام الله والسيد أحمد زكرنا الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، يعني هل من تعليق على ليس فقط فحوى هذه الكلمة ولكن لغة الخطاب التي التزم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيها؟ لم أكن، مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الأعزاء، لم أكن أعلم شخصيا وربما الشعب الفلسطيني والعربي أن زعيم أكبر دولة في العالم يقدم ما يشبه الخطاب الانتخابي لجمهوره اليهودي سواء في إسرائيل الصغرى في الشرق أو إسرائيل الكبرى في أمريكا. ذكرني بخطاب بوش وهو بعد 11 بوش الابن بعد 11 من سبتمبر، وهو يعلن حملته ضد العالم العربي. كان على أنغام خطاب السيد بايدن هناك أنغام أخرى كنا نسمعها سوية ويسمعها الجمهور، وهي أنغام القنابل والصواريخ التي تهبط على رؤوس الآمنين المدنيين في غزة. شعب غزة اليوم هو ينعي الضمير الإنساني وليس خطاب السيد بايدن الذي يتباكى على ما لم يراه ولا أعتقد أنه رآه. هو يتحدث عن من ذبح الأطفال، ولا أدري من أين أتى بهذه الكذبة الكبيرة. شعب غزة اليوم يعني ينعي الضمير الإنساني وبكل أبعاده الأخلاقية. فما يحدث في هذه اللحظات ليست نكبة جديدة وحسب، ولكنها هولوكوست ونازية جديدة. وهذا نتنياهو هو هتلر هذا العصر الحديث بما يجري ويشاهد ويصور على الملأ وأمام العالم بأكمله. ستبقى هذه الفلسطين حل يعني واقفة وصامدة مهما تكالب عليها سواء الغرب أو هذا الإسرائيلي. ما حدث من حركة مقاومة هي خارج النظام وسموها إجرام وإلى آخره، سموها ما شئتم. ما يحدث من دولة وهي نظام وتقتل الأبرياء أليس جريمة حرب؟ قتل الأطفال والرضع والنساء بالفسفور والقنابل الوازنة أليس جريمة حرب؟ حينما يأتي أو تأتي أكبر دولة في العالم أو الإمبراطورية اللي في إمبراطورية العالم الوحيدة اليوم بأكبر حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، أتأتي بها لتحارب غزة، لتحارب حركة مقاومة مهما امتلكت من سلاح فهي حركة مقاومة محلية تدافع عن حقها المشروع في الحياة؟ هل هذا يعقل في هذا العصر، في العصر أو في القرن 21؟ هل هذا يرضي الضمير العربي والإسلامي؟ إنسان ولا إسلامي ولا حر في أي مكان في العالم أن يشاهد ما يشاهده. العرب ليسوا ضعفاء بما يملكون من كرامة، بما يملكون من مقدرات عربية شاهدناها وكانت خير سند في العام 1973 في حرب أكتوبر العظيمة. العرب ليسوا مجرد على هامش التاريخ ليقتلوا بهذا المعنى وبهذا الشكل، ليعاقب 2 مليون بني آدم. حرب أخلاقية تقودها حركة مقاومة، ليقتل على الملأ ويحاصر القطاع ويقطع عنه الماء والكهرباء والغذاء. هذه جريمة عصر واضحة المعالم. ما يجري هو عار على الإنسانية بأكملها. وهنا سؤال سيد أحمد، من الذي سيتحمل هذه الفاتورة؟ خاصة أن الرئيس جو بايدن قال إنه أبلغ نتنياهو بأن عليه أن يحترم قواعد الحرب ومن بينها ألا يكون هناك مساس بالمدنيين، ويعني ألا تراقب الولايات المتحدة ما يدور الآن في قطاع غزة حتى ولو كانت قد عينيها قد غميت عما تفعله إسرائيل منذ عشرات السنوات. يعني الآن الوضع حرج، أمريكا هي شريكة في هذه الجريمة، شريكة مباشرة، شريكة بالسلاح وبالجند. الآن هي شريكة واضحة وبشكل معلن وصريح. من يتحمل الفاتورة؟ يعني لتتحمليني قليلا، الخطاب العنصري الذي تقدم به أكبر
زعيم لأكبر دولة في العالم وهو يسمي اليهود بشكل خاص، هذه بحد ذاتها عنصرية، هو من يأتي بها ولسنا نحن الفلسطينيين. من يتحمل المسؤولية منذ 100 عام هو الشعب الفلسطيني، نعم، ولكنه سيصمد وسيهزم هذه الإسرائيل، هذه اللعبة الكرتونية الموجودة في العالم العربي، سيهزم هذا المشروع الاستعماري. ولست أنا من أقول ذلك، ارجعوا لما قاله عبد الوهاب المسيري هذا الراحل العظيم الذي قال أن نهاية إسرائيل طيب. في العام 2027 أو 28، ارجعوا لما يقوله التاريخ، لأن دولة اليهود لا تعيش أكثر من 80 عام طيب. بين 77 دعنا نشرك عام. معنا في هذا يقول أن ما يجري اليوم هو بداية لدينا ضيف ينتظر طويلا سيد أحمد دعنا